في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نظمت مبادرة يدوم الفرح لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة سوهاج، نظمت دورات تدريبية للمقبلين على الزواج إلى جانب تجهيز 100 فتاة مقبلة على الزواج بكافة الأجهزة الكهربائية. المزيد في سياق هذا التقرير. هذه الأجهزة الكهربائية إلى جانب بعض الحقائب الأخرى تم إعدادها ضمن مبادرة يدوم الفرح لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة سوهاج في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتفتح المبادرة أبواب الخير والسعادة وتدخل الفرحة على أبناء الصعيد وذويهم. أنا من أسرة بسيطة جدا، وكانت يعني جوازتي تقريبا واقفة على الأجهزة اللي هو اللي حضرته مقدمها لنا. أنا فرحانة جدا جدا، يعني هو إحساس ما يتوصفش طبعا. نشكر الرئيس اللي هو ساعدنا على كده، في حاجات إحنا ما كناش نقدر نعملها، فإحنا سعيدين خالص اللي هو ساعدنا، ونشكر حضرته اللي كان هو حس بينا برضه وساعدنا. دي حاجة جميلة في حياتنا إحنا ما كناش نقدر عليها. لا تقتصر المبادرة على الدعم المادي فقط، بل امتد ليشمل الجانب التوعوي، حيث تم عقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج على مدار 3 أيام في إطار برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذي تم تنفيذه من خلال المؤسسات المعنية. احنا بنساعد كمؤسسة حياة كريمة الفتيات بالأجهزة الكهربائية، عبارة عن غسالة في الأوتوماتيك وتلاجة وبوتاجاز، بالإضافة لشاشة وشنطة مستلزمات شخصية. أما بالنسبة لمعايير الاختيار، فبيتم الاختيار بناء على الفتيات الأكثر احتياجا في القرى والنجوع، وبنحاول نوصل يعني للنجوع والقرى الأكثر فقرا، وبناء على أبحاث اجتماعية بتقول إن الفتاة دي من الفتاة الأكثر احتياجاً وتستحق المساعدة وتستحق الأجهزة اللي هتتقدم لها. احنا دايماً بننزل بنشوف الأسر المحتاجة، بنعمل لهم بحث دايماً، فنحن مستنيين الفرحة بتاعة العرائس دي باليوم ده. شفنا أكتر عروسة محتاجة جهاز وقدمناها للمؤسسة، وتم الاختيار بيها مع بعض البحث بتاعنا، ودايماً نحن بنسعى للخير وفرحة الأسر اللي هي محتاجة. المبادرة شملت في مرحلتها الأولى تجهيز 100 فتاة مقبلة على الزواج بكافة الأجهزة الكهربائية، على أن يتم استكمال باقي مراحل المبادرة خلال الفترة المقبلة.